المورد الثامن كان الكلام في موارد المورد الثامن تاريخ مختصر الدول ابن العبري. إذن سنأخذ صورة عن الأحداث عن هولاكو عن التتار عن مجريات الأمور عن حكام المسلمين في تلك الفترة حتى تتضح عندنا الصورة وتقترب إلينا الحقائق والأمور الواقعية التي حصلت بالنسبة أكثر مما كانت عندنا وحصلت عندنا قبل كل مورد يذكر. قال ابن العبري والآن المورد الثامن هو فيما أتى في تاريخ مختصر الدول لابن العبري. قال ابن العبري في صفحة 242 الظاهر بن الناصر ولما توفي الناصر لدين الله بويع ابنه الإمام الظاهر بأمر الله في ثاني شوال من سنة 622 هجري. توفى الناصر العباسي وصار بعده الظاهر العباسي وكان والده قد بايع له بولاية العهد أي الناصر بايع للظاهر بولاية العهد وكتب بها إلى الآفاق وخطب له بها مع أبيه على سائر المنابر. كانوا في الخطبة يذكرون الظاهر والناصر ومضت على ذلك مدة ثم نفر عنه بعد ذلك وخافه على نفسه فإنه كان شديدا قويا عالي الهمة فأسقط اسمه من ولاية العهد في الخطبة واعتقله وضيق عليه. يعني بعد أن كان وليا للعهد لأنه كان شديدا قويا عالي الهمة أسقط اسمه من ولاية العهد واعتقله وضيق عليه. ومال هذا الخليفة الإمام الناصر مال إلى أخيه الصغير الأمير علي إلا أنه لم يعهد إليه فاتفقت وفاة الأمير علي الصغير في حياة والده وخلف أولادا أطفالا وخلف أولادا طفالا فبعث بهم إلى ششتر فعلم الإمام الناصر أنه لم يبق له ولد تصير الخلافة إليه بعده غيره أي لم يبق عنده إلا الظاهر فعهد إليه وبايع له الناس وهو في الحبس مضبوط عليه. فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه وأزال الظلم ورد على الناس أموالا جزيلة وأملاكا جليلة كانت قد أخذت منهم. أيضا هنا نسجل هذا التعليق نقول ما شاء الله الأئمة الخلفاء السلاطين كانت من عادتهم أن يضعوا الأبناء هذا خاصة عندما من عند الذي يتبين وتظهر عنده الشدة والقوة والهمة العالية ماذا يفعل به يضعه الأب في السجن. هذا الصراع على المناصب وعلى الكراسي وعلى السلطة وعلى الملك. أين هذه التربية من هؤلاء الأئمة أبناء التيمية وأين تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربية علي للحسن والحسين وأين تربية الصحابة لأبنائهم أين تربية الخلفاء لأبنائهم من هذه التربية السيئة المنحرفة اللا أخلاقية من أئمة الأبناء التيمية وأئمة التيمية. الأب يضع الابن في السجن والابن يغتال ويقتل الأب والأخ يقتل الأخ وهكذا كما مر علينا كثيرا. فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه وأزال الظلم ورد على الناس أموالا جزيلة وأملاكا جليلة كانت قد أخذت منهم وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ ولي إلى أن توفي في 14 شهر رجب سنة 623 يعني استلم في سنة 622 هجري وتوفى في سنة 623 هجري أي كانت الخلافة أقل من سنة. يقول وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ ولي إلى أن توفي في 14 شهر رجب سنة 623 هجري بعد 9 أشهر من ولايته. يكمل يقول المستنصر بن الظاهر إذن مات الناصر صار الظاهر الآن الخلافة المستنصر المستنصر بن الظاهر ولما توفي الإمام الظاهر بأمر الله بويع ابنه المستنصر بالله بويع يوم مات والده
وأظهر من العدل وحسن السيرة أضعاف ما أظهره والده، وتقدم بإنشاء مدرسته المعروفة بالمستنصرية.